شريك النجاح ليس في الدراسات العليا والمتوسطة، لكنه شريك النجاح في قيادة هذه الأسرة المتميزة، في أسرة طلاب مهاجر مصر على مستوى جامعة القاهرة، والذي يمثل أبناءنا من منسوب كلية الهندسة جزءا من مكونات هذه الأسرة التي دائما ما تقدم الجديد لنا على مستوى شغل الطلاب في جامعة القاهرة. دكتور أحمد قاسم، الحقيقة دكتور أحمد طلاب الفرق الأعلى على عقد جامعة فخار اليوم، يتم في وجود معالي ضيفا عزيزا غاليا لا على كلية الهندسة فقط ولا على جامعة فخار فقط، بل على كل دول محافظة فخار. احضرتكم جميعا جهاز القاء العرس المتميز بوجود المهندس طارق البراوي، ونشكره على وجوده في وسطنا وتقدمه من مسافات طويلة بالرغم من كل المهام اللي وراه كنقيب مهندسي مصر، عاتقه 27 محافظة على مستوى الجمهورية وعمل مجهود مخلص. اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور مصطفى خالد، مهندسي المستقبل أبنائنا طلاب كلية الهندسة في جامعة سوهاج، وإن شاء الله هيكون في حوار مفتوح بيننا وبينهم. طبعا نشكر معالي الاخ العزيز الدكتور حسان المعالي نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والدروس ورئيس الطلاب من اجل مصر، وداعم لهذا الحد ومتبنيه، ونشكره برضه على المجهود الكبير اللي بذل من بدايه فكره اقامه هذا الحد معانا وحتى هذه اللحظه. لوجودكم في هذا الصرح العلمي العظيم، ونحن في القرن الخمسين لا نتأخر أبدا عن حضور أي لقاءات لزملائنا وأبنائنا في الجامعات الحكومية، لأن هي الصرح الرئيسي للتعليم في مصر، ونحن مدافعين عن التعليم الهندسي وغير الهندسي، ومدافعين عن الجامعات الحكومية والتعليم الحكومي، لأنه تتضمن أن مصر تتضمن لا نعالج اي حد، ولكن الاولويه والافضليه والدعم يجب ان يكون لتعليم الحكومه. ادعوكم للتفاخر في هذه الجامعه وفي هذا الصرح العظيم. شاب كليات جديده او معاهد جديده او برامج جديده حتى في كليات قريبه، او الاستمرار في تقديم خدمه تعليميه من كليات قائمه بالفعل. السيد الدكتور